الحبايب قام ياخذون الفلل، وهاي صدق مثل هاي سيارتك السوداء شو يسمونه، هاي الفور جي 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 كلاس، جي كلاس مرسيدس جي كلاس، جي كلاس والرقم مليون دولار وتحكون على العراقيين وتردون حقوق للعراقيين. ده تحكي عن منو؟ ذولا الله طاهم وصاروا زعماء وصاروا كذا. اي زين زين، يعني والله انا اسمع طاه هسه لو قبل ها، لا هسه مالت الايتام. اوكي هسه كيف هسه اي واحد سهله ترى النمو المالي اللي صار. زين هاي شنو اللي ياخذونها بس شنو هاي اللي ياخذونها بس الرقم مليون دولار، ومن اموال الايتام طبعا العدميه، من اموال الفقراء. بس قول لي شلون تجيك ثروه فجاه؟ خلينا نكون منطقيين، شلون تكون انت ثري فجاه؟ انا اقدر اسلسل لك دينار منين عندي وين راح اروح؟ يقول لك الحبيبه تفتر بالدول، تشوف الفيلا الركن هاي اريتها، وهاي يم الشمس، وهذا المسبح، هذا شيء. وانا ولدي ها يا ويلي ما شاف بعينه، انا ما شفت شيء. وانا يا بيناتنا هذا المي يغسل حي وميت كلهم طابوني، وشايف انه قاعد بيهم. يجوز من حلال، انت ليش ما تعتبر من حرام؟ هسه انا يعني اوقف قدام رب العالمين يعطي الحلال، بس بالحلال بشهرين اربع سيارات ب 4 مليون دولار بس الارقام. المهم خلينا مو دا تسالني عن شيء انا ما عندي جواب. خلي انت ما عندك جواب ابا عبد الاله، لازم اسوي لقاء وياك ورف معاش بالليل. مو انا راح احكي لك اياها بطريقه ثانيه، حتى لو عندي جواب لما اكون تحت الهواء اعطيك تخميناتي غير ما انا قاعد قدامك وانت نجم الرباعي والشعب العراقي ده يشوفني. انا مو كاذب ولا خايف، بس اريد اقول لك انا لا اقول انا بس انا تسمح لي اريد اقول لك اللي دا تحكي انت صحيح. نعم وفعلهم وتركهم وسووا، دليلي شنو؟ هذا الشعب العراقي يجوز يصدقني، وانا اعتقد اني صادق، ما اقدر اقول لك شيء غير متاكد منه. اذا انا ما قلت لك ظنوني إيه؟ انا ما قلت لك فلان، لكن هذا الذي يحصل انت شفت بعينك، انا ما شفت بعيني او ما اريد اشوف. البس لك مناظر. ما اريد اشوف، ما اريد اشوف. مره انا قلت لك يا رح نسحب بالشارع، هالمره هاي انا خايف من اكثر من السحل. اقول لك قبل السحل، السحل انتصار للشعب. قبل السحل عباس اعطيني هاي جيكلاس قبل. انت رايح إيه؟ انت بتقول راح نسحل إيه؟ اخذ الجيكلاس انا اكتبها بالورث. بس ترى هاي موجي، هاي غير سياره. ما اعرف والله هل هي هل هي بس ترى انا ما باخذ شيء من الدوله. انا عبد الله ما باخذ شيء من الدوله. هاي للمصحى حتى نطلع من هذا الخطاب المتشبه. مو التشبيه بيني اني لا وبين لا كل من غيري هذا للتهكم، يختلف للتهكم هذا ولتلطيف الاجواء. قبل 2003 من كان راكب بيهم مرسيدس يركب ورا 2003 ركبوهن وركبوهن. اول سياره دعمتها بحياتي مرسيدس موديل سنتها، مره قلبت روز رايس مالت خالي. انا ما اريد استعرض ثروتك، انا ما اريد استعرض ثروتك، انا ما اريد استعرض ثروتك في البرنامج. بعد ما قلبت سيارته فهو قال لي فدوه لك وما شنو، قلت له اي عادي. قالت شو مرتاح؟ قلت له كلكم ركبتوا روز رايزات، منو بيكم قلب روز رايز؟ قال لا والله بس انت. يعني انت تيجي تقول لي انا ترى بالاصل انا رجل بيروقراطي. مو بيروقراطي، يعني رجل متمكن ماديا. الله يفضل علي. بالخير عليك وان شاء الله الله يتفضل على العراقيين. والله متفضل بعد عيني الله. شو يسوي لنا بعد النوب؟ بس اكو هذا الانسداد، هاي عنق الزجاجه، فكوها، فكوا عن رقبه العراقيين، فكوها عن العراقيين، وزعوا اراضي العراقيين، ملكوا العراقيين، سكنوا العراقيين، خلوا وشغلوا العراقيين. لان ترى هاي فلوس العراقيين، هاي مو فلوسكم، هاي مو ثروه الجغرافيا، هاي ثروه اللي فوق الارض. من يتجاهل الشعب وإرادته مصيره أسود 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 والله، وصير التاريخي ألعن.